كلام كتير قوي بنقوله ومش بنبقى عارفين معناه ايه، بنوصف بيه مواقف وكلنا فاهمين قصد بعض بس مش عارفين اصل الجملة بيرجع لإيه. هنعرف معاني بعض الكلمات من اللي ذكر اصلها في كتاب اصل الالفاظ العامية من اللغة المصرية القديمة. هتسكت ولا اجيب لك البعبع؟ ودي مأخوذة من الكلمة القبطية بوبو، وده اسم عفريت استعمل في العزائم السحرية وكانوا بيخوفوا بيه الأطفال. وكلمة طنش، ودي مأخوذة من الكلمة القبطية طنشا، ومعناها بينسى أو يتجاهل. وكلمة شلق، ودي كلمة بتتقال في المناطق الشعبية، الست دي شلق، وبتتقال على الستات اللي بتتعارك كتير بصوت عالي وبألفاظ بذيئة. والكلمة من أصل قبطي ومعناها امتداد أو توتر وانفعال. وكلمة عبيط، وده لفظ مصري قديم مركب من عا ومعناها حمار، وبيت يعني شخصية، فبيكون معنى الكلمتين شخص حمار، وبيقولوها كمان على الشخص الغبي اللي مش بيفهم. وكلمة طز، ودي كلمة تركية معناها ملح. كان الملح زمان هو السلعة الوحيدة المعافاة من الرسوم الجمركية، وعلشان التجار ينقلوا بضاعتهم من مكان لمكان كانوا بيقولوا طز، يعني البضاعة اللي معاهم ملح علشان يمروا بسهولة. وكلمة شوبش، ودي كلمة قبطية مركبة من شو يعني مئة في الهيروغليفية، وباش يعني فرح أو سعادة، ومعناها كده مئة سعادة لأهل العريس وأهل العروسة لأنها بتتقال دلوقتي في الأفراح. أما كلمة فلافل، دي كلمة قبطية مركبة من ثلاث مقاطع، ف يعني ذات، ولا يعني كثير، وفل يعني فول، وبكده معناها ذات الفول الكثير. وكلمة رخي، ودي بتتقال لما الدنيا بتشتي والأمطار بتكون غزيرة، والأطفال بيقولوا يا مطر رخي رخي، ودي أصلها هيروغليفي ومعناها انزل. أهبل، ودي كلمة يونانية أصلها هابالوس ومعناها ساذج. وكلمة مدمس، أصلها كلمة يوناني ومعناها الفول المستوي في الفرن عن طريق دفنه في التراب، ودي أكتر الوجبات الشعبية عند المصريين، وفي الهيروغليفية بيقال عليه متمس، يعني انضاج الفول عن طريق دفنه في التراب. وكلمة وحوي، اللي بنغنيها في رمضان وحوي يا وحوي إياها، ودي ليها قصة. بعد انتصار الملك أحمس على الهكسوس وطردهم من البلاد، خرج الشعب المصري يحيي الملكة إياحوتب والدة الملك أحمس، فكانوا بيهتفوا لها ويقولوا لها واح واح إياح، يعني تعيش تعيش إياح. لكن مع مرور الوقت بقوا بينادوا بيها الهلال، وبقينا نقول الأغنية وحوي يا وحوي إياح، وبنقولها في شهر رمضان ابتهاجا ليه ولهلاله. وكلمة جزمة، ودي كلمة أعجمية وبتعود لعهد العثمانيين، تشازمة ومعناها حذاء. وكلمة شنطة، وهي مشتقة من الكلمة التركية شنطة، اللي أصلا مشتقة من الكلمة الفارسية جانطة، وبتستخدم للدلائل على الحقائب وخصوصا الشنط الصغيرة. وكلمة يد العدي، ودي كلمة بتستخدم في الخناقات المصرية، وأصلها بالعربي يا ألد أعدائي، لكن تم اختصارها بالعامية ليد العدي. وكلمة يا خراشي، دي كلمة مصرية بتستخدم لنداء المستضعفين اللي بيحكمهم حاكم عادل، وبيرجع لاسم أول شيخ أزهر هو محمد الخراشي اللي كان بينصف الضعفاء والمظلومين. وكلمة قوي، ودي كلمة مصرية قديمة نطقها أجدادنا القدماء بنفس طريقتنا، ومعناها طويل أو ممتد، زي ما بنقولها كده البلد دي بعيدة قوي، كانوا بيقولوها بنفس الطريقة. وما فيش فلوس خلاص بح، كلمة بح دي كلمة مصرية قديمة معناها انتهى. وتوتة توتة، خلصت الحدوتة. كلمة توتة كلمة قبطية معناها نهاية حفة، ومأخوذة عن الكلمة المصرية القديمة توت يعني اكتمل. وكلمة اشمعنى انت، اشمعنى مكونة من شقين، الأول إش، ودي كلمة قبطية معناها ماذا، ومعنى كلمة عربية، فيكون المعنى الكلي ليها
ما معنى أو لماذا أنا؟ وكلمة شوح حتتين لحمة، شوح كلمة قبطية معناها يشوي أو يحمر بالتجفيف، وأصلها المصري القديم شوي. وكلمة تور اللب برسيمو أصلها تور لاهي في برسيمو، يعني مشغول بالبرسيم والأكل، وتحرفت لتور اللب برسيمو، وبقى مثل بيتقال على الشخص اللي مش عاوز يفهم ولا يقتنع. وكلمة معلش أو معلهش أصلها ما عليه شيء، وتحرفت لمعلش، وتقال أصل استخدامها للقاضي لما يحصل شخص على البراءة فبيقول ما عليه شيء. وبرضو كانت بتتقال على المجنون أو السفيه، يعني ما عليهوش عتاب، ومع مرور الوقت فقدت معناها وأصبح تعبير عن الأسف. وإمبو ومم، ودول كلمتين بيرجع عمرهم 7000 سنة. فكلمة إمبو أصلها فرعون، وهي كلمة هيروغليفية مأخوذة من إمبوموا القبطية، يعني اشرب. وكلمة مم أصلها مأخوذ عن القبطية والهيروغليفية أونم، يعني كل. أما كلمة كاراكون دي كلمة تركية وبتتقال كاراكول، وتحرفت ومعناها دلوقتي مركز الشرطة. وكلمة أونطاجي دي كلمة تركية يعني كذاب، وبتتقال على الشخص اللي مش بيقول الحقيقة. أما كلمة مرمطون دي كلمة فرعونية أصلها مرمطة، وبتعني الألم والوجع، وتحرفت شوية وبقوا يوصفوا بيها الشخص اللي بيعاني من البهدلة. وفي كلمات قبطية إحنا لسه بنقولها لحد دلوقتي، زي منطقة شبرا. شبرا معناها بالقبطية قرية أو مزرعة، شبرا خيت يعني القرية الشمالية، شبرا منط القرية الجنوبية، هيلا هوب يعني هيا بنا نعمل، بلاش دوشة، بلاش دوشة يعني بلاش ضوضاء، ودي كلمة قبطية. والفوطة اللي احنا بنقول عليها منشفة أو بشكير، هي أصلها كلمة قبطية. وكلمة هلس ودي كلمة قبطية وأصلها هيلوس، ومعناها تلف أو فساد. ويلا برة دي كلمة برضو قبطية مأخوذة من اليونانية إلى بارا، ومعناها إلى الخارج. وفي مجموعة من الشتايم بنستخدمها ومش عارفين مصدرها أو معناها، لكن بيبقى لها أصول تاريخية، زي مثلا فلان ده بلت، وبلت دي كلمة قبطية، بلتي يعني مقعد، ومعناها إن فلان ده قليل الحركة أو كسول. ومنها فلان ده مبلط في الخط، يعني ما بيتحركش وبطيء. وجاتك شوطة تاخدك، بعض الناس مفكرة إن الشوطة هي الضربة اللي بالرجل، زي ما بنقول مثلا شوط الكورة، لكن المقصود مش كده خالص. شوطة أصلها شوط القبطية، يعني كوليرا أو وباء، ويبقى المعنى هنا جاتك وباء لما ياخدك، أو ربنا ياخدك بمعنى أصح. وكلمة أوباش ودي كلمة قبطية معناها عرايا أو صعاليق، وما تحاولوش تدوروا على مفرد للكلمة علشان مش هتلاقوا، هي بتتقال كده أوباش. وكلمة مدهول دي كلمة قبطية أصلها متهول، يعني غير مرتب أو مهمل، ويا وادي يا مدهول على عينك، يعني يا وادي يا مهمل يا مبهدل، ولو ما عملتش كده حسويك، أكيد مش معناها حطبخك، لكن أسويك جاية من الأصل القبطي سوي، يعني تقطيع الأصول، حسويك يعني حقطعك. أما كلمة يا ابن الإيه بنستخدمها كتير على سبيل الهزار أو المدح، أصل كلمة إيه هي البقرة باللغة القبطية، وبكده ابن الإيه يعني ابن البقرة، فياريت ما نقولهاش تاني. وكلمة غراب البين غرابه عارفينها، أما البين دي كلمة مصرية قديمة معناها الشر أو السوء، غراب البين يعني غراب الشر، ودي كلمة بيوصفوا بيها الشخص اللي بيتشأموا منه. وفي مصطلحات مصرية أصلها إيطالي، زي مثلا كلمة استبانة أصلها استاباني، ودي معناها اتفقنا أو كل شيء على ما يرام. وكلمة روبابيكيا ومعناها الأشياء القديمة، لكن كانت بالإيطالي روبافيكيا. وكلمة باروكا أصلها بالإيطالي باروكا، ويعني الشعر المستعار. وكلمة بلياتشو أصلها بالإيطالي بالياتشو، ومعناها المهرج. وكلمة بروفا أصلها بالإيطالي بروفا، وهي التجربة أو اختبار. وكلمة موبيليا أصلها بالإيطالي موبيليا،
ومعناها الأساس، وكلمة تياترو وأصلها بالإيطالي تياترو ومعناها المسرح، والروشتة اللي بناخدها من الدكتور أصلها بالإيطالي ريتشيتا ومعناها الوصفة، والجمبري أصلها بالإيطالي جامبري وهو الروبيان، ومفبرك أو مفبركة ملهاش أصل على لسان العرب، والبديل ليها كلمة ملفق، ومفبرك كلمة إيطالية مأخوذة من كلمة فابريكا يعني مصنع.